ألو، أهلا بك يا فيس، أنا إيناس. أهلا أهلا أختي إيناس، يا هلا بيك، أهلين. أهلا بك، أهلا بك، أهلا بك، ربنا يباركك ويبارك المستمعين ويبارك خدمتك. ويباركك يا أخت إيناس، أهلا وسهلا فيك أخت إيناس. أنا عارف أنك أنت شاركت اختبارك على ليكن نور، كان عندك اختبار قوي جدا جدا جدا، كيف الرب تعامل معك ومع بنتك وشفائك، ويعني قصة طويلة ممكن ترجع لاختبار إيناس. لكن أخت إيناس كمان بتحب الرب وبتخدم الرب. أخت إيناس، في كتير من العابرين اللي بمروا في كل أنواع الظروف، إيش هي رسالتك لإخوتك وأخواتك العابرين؟ بس هقول لك حاجة مهمة قوي، يعني ونفسي كلهم يكونوا سمعني، والكلام ده مش لوعظ ولا كلام إنشاد، ده حقيقة. كل يوم مع الرب في انتصار جديد، وكل يوم مع الرب في حاجة أعلى. بس إذا كنت في حرب لازم تفهم حاجة مهمة جدا جدا جدا، الحرب دي مش من الرب، الهجوم ده مش من الرب، عشان احنا بنظلم ربنا. ومعلش انا مش عايزه حد يسمعني بقول بنظلم ربنا ويجيت اوفندد، لا، بنظلم ربنا ونقول له ليه يا رب عملت فيا كده. مش هو اللي عمل كده، هو السارق ياتي ليسرق ويقتل ويهلك. الله مش في الاذيه، he's not in the killing business، you know. العربي مش مساعد، God in the survival business. اول حاجه المسيح قالها، قال انا جيت عشان اديكوا حياه واديكوا افضل، فلازم اعرف صح عشان اعرف اتكلم صح. هو الصح، واعرف ان الله مش هو اللي بعت الضربه. امال مين اللي بعت الضربه؟ ابليس بطريقه او باخر. على فكره ممكن يكون الجسد، ممكن يكون فكر، ممكن تكون شهوه بطاله. بالعكس، الرب كمان باعت لكل ده حلول. اعطيكم سلطان لتضعوا الحياه والعقارب وكل قوات العدو. وكل قوات العدو، حط بقى مع كل قوات دي مرض وافلاس وجوع وتعب و و و و مش عايزه اطول في الوقت، لكن عايزه اقول اول حاجه عشان ربنا يساعدك لازم تبقى on his side، لان هو already on your side. هو ربنا already on your side. وبعدين اسلك معاه بالاستقامه. السلوك بالاستقامه مش صعب، السلوك بالاستقامه سهل جدا. على قد ما قدرتي، على قد ما اقدر، كل يوم في تطور من مجد الى مجد، كل يوم في تطور من مجد الى مجد. خلينا ننهيك دلوقتي دقيقتين صلاه. تفضلي يا اختي. الرب يعيننا جميعا. الرب يعيننا جميعا. رب كم انت صالح ومحب ورحيم. شكرا يا رب لانك طيب. شكرا يا رب لان عيناك ترى وتسمع انين الاسير. اشكرك يا سيد لان جميعها بحكمه انت صنعت. يا رب بحط امامك نفسي اولا، وكل اخواتي يا رب اللي انت اعلنت ذاتك ليهم يا رب، لان انت ارسلت بيد من ارسلت يا رب وفتحت عينيهم. يا رب من فضلك نعمه ومعونه في الجسد وفي النفس وفي الروح، تصحيح للافكار وفتح للعيون. ارفع العين عليك يا رب فتكن انت الاول والاخر، البدايه والنهايه، فكل شيء يبقى in the right place، كل حاجه تبقى in the right place لما تبقى العين مفتوحه عليك يا رب. أما من جهة العدو فأنت قد أعطيتنا السلطان أن نطأ الحياة والعقارب وكل قوة للعدو. باسم يسوع لي سلطان أن أبتهج وأنتصر، في اسم يسوع لي قوة أن أكسب، في اسم يسوع. وإن كانت ليس لي قوة في ذاتي أنا، لكن قوتي في اسم يسوع. أشكرك رب لأنك أعطتنا هذا الاسم الكريم، الاسم الغالي الذي لنا به كل انتصار. في كل هذه يعظم انتصارنا. أشكرك رب من أجل السياج، من أجل الملائكة الذين أنت قد عينتهم كخدام لحمايتنا يا رب. شكرا يا سيد على السياج التي هي كنار حولنا يا رب. كنت في العهد القديم أنت عملت سور من نار حولهم وسحاب في النهار، كم وكم ناو وإحنا في عهد الرحمة رب. شكرا لأنك صالح وإلى الأبد رحمة. آمين آمين آمين. شكرا جزيلا أخت إيناس، ربنا يباركك. إذا بتحبوا تتباركوا من خلال اختبارها، فوتوا على السايت اختبار الأخت إيناس، شوفوا الرب شو عمل، كم من المعجزات اللي عمل في حياتها.